نظم فرع ثقافه دمياط عروض المهرجان الفني ثقافتنا في اجازتنا صيف بلدنا لفرقه الوادي الجديد للفنون الشعبيه. قدمت الفرقه خلال مجموعه من التابلوهات الفنيه تعبر عن تراث وفولكلور الوادي الجديد. وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات وعروض ثقافتنا في أجازتنا صيف بلدنا في رأس البر وعلى المسرح الروماني بدمياط الجديدة حتى 26 من أغسطس الجاري. هذا المشروع موجود في أكثر من مكان في جمهورية مصر العربية، بيشمل عدة محافظات وعبارة عن فرق الفنون الشعبية اللي بتتواجد وبتتنقل لتقدم عروضها للسادة جمهور الثقافة في كل مكان في مصر بإذن الله. لسه قدامنا كمان أسبوع، الأسبوع الخامس والأسبوع القادم. النهاردة قنا للفنون الشعبية في رأس البر وفرقة كفر سعد للآلات الشعبية في مدينة دمياط الجديدة. بإذن الله بكرة هتيجي فرق تانية وإن شاء الله الجميع يستمتع بهذا الفن. فرقة الفنون الشعبية في الوادي الجديد بتقدم التراث والفولكلور الشعبي الواحاتي. احنا عندنا أربعة من الواحات، الواحات الداخلة والواحات الخارجة وواحات الفرافرة وواحات باريس. بنقدم طبلوهات لكل واحة من الواحات دي على المسرح. طبعا احنا استمتعنا بالفقرات اللي كانت موجودة كلها والعرض كان جميل جدا، واحنا طبعا بنشكر هيئة الثقافة على الفقرات الجميلة ديت وإسعاد الجمهور في رأس البر. نيجي كل سنة نستمتع هنا بالحفلات الجميلة اللي بتتعمل هنا في رأس البر، وما شاء الله يعني بيجي لنا من كل بلد فرقة وبتقدم فن راقي، فن جميل. كنت مبسوطة جدا وهاجي بكرة إن شاء الله، والعرض كله كان جميل.